والإنسان محتاج إلى التعلم دائما، حتى في آخر أيام حياته هو محتاج إلى ما يزيده قربا وزلفا وفهما وإدراكا. وقد سئل مالك عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أية طاعة يصرفها، قال: علم يتعلم. قيل: يا أبا عبد الله، إنه لا يعمل به، قال: تعلمه أفضل من العمل به. وقال الشافعي رحمه الله: العلم أفضل من صلاة النافلة. قد نظم ذلك السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع فقال: والعلم خير من صلاة النافلة، فقد غذى الله برزق كافلة. وتعلمه لا بد أن يسبق على المراحل الأخرى، لأن العلم لا يكون إلا بالتعلم. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم. وهذا الحديث الذي علقه البخاري أخرجه ابن أبي عاصم النبيل في السنة موصولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. فالعلم يحتاج إلى الطلب، ولذلك فإن أنبياء الله عليهم السلام حبب إليهم الخلاء، وقد ذكرنا ذلك في بدء الوحي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قصة موسى عليه السلام، فذلك للتعلم. فلا بد من التعلم قبل أن يعلم الإنسان، قبل أن يتصدر.